اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم في القاهرة ضيفا عزيزا على مصر، متمنيا لكم إقامة طيبة ونتائج مثمرة خلال هذه الزيارة والتي تأتي في إطار حرصنا على التشاور وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا العمل على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وطاجكستان بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبنا. كما تأتي زيارتكم فخامة الرئيس اليوم تزامناً مع مرور 30 عاماً على اعتراف جمهورية مصر العربية بطاجكستان المستقلة، إضافة إلى قرب حلول الذكرى 30 لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. فخامة الرئيس، أود بداية الإعراب عن تقديرنا للحرص الذي لمسته من جانبكم على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين، واعتزازنا بعمق العلاقات المصرية الطاجكستية والتي شهدت تنامياً خلال الأعوام الماضية، والتأكيد على أهمية العمل على تفعيل أطر التعاون القائمة بما يتناسب مع إمكانات وقدرات البلدين ويحقق مصالح شعبيهما. كما اتفقنا على تعزيز التنسيق في المجال الأمني وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة كخطر عالمي بات يهدد معظم دول العالم، بالإضافة إلى النظر في إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تطوير الري وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والطاقة الكهرومائية والتعدين والزراعة والسياحة والصحة والتصنيع الدوائي. وتناولنا كذلك سبل تعزيز التشاور بين وزارتي الخارجية البلدين، واتفقنا على متابعة تنفيذ النتائج الإيجابية للدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر 2019. إضافة إلى ذلك، تطرقت مباحثاتنا اليوم إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلنا وجهات نظر البلدين حيالها وآفاق التنسيق بشأنها. وأخيراً، فقد تباحثنا حول استضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في شهر نوفمبر 2022 COP27، وأكدنا الحرص على حشد جهود المجتمع الدولي لإنجاحه بما يحقق نقلة حقيقية في العمل الدولي حول المناخ. فخامة الرئيس، اسمحوا لي ختاماً أن أرحب بكم مجدداً في القاهرة، معرباً عن تطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق بين مصر وطاجكستان بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين ويولد مزيداً من الزخم في علاقات الصداقة التي تجمع بين بلدينا. شكراً، واسمحوا الكلمة لك فخامة الرئيس. محترم نمائندگان واسطه اخبار عامه، خانم ها و جناب وسائل الاعلام المحترمين، سيدات والسادة، في البداية أود أن أعبر مرة أخرى عن خالص شكري لأخي الكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على دعوته للقيام بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة. أجرينا اليوم محادثات
مصغرة وموسعة ما وسع بمشاركة الوفود مع رئيس جمهورية مصر العربية بمشاركة الوفود الرسمية من الجانبين. وخلال محادثات اليوم توصلنا إلى توافقات قيمة وهامة. وفي نهاية المحادثات شهدنا التوقيع على عدد من وثائق التعاون التي من شأنها أن تعزز الإطار القانوني لعلاقاتنا الثنائية. ولدينا ارتياح تجاه نتائج زيارتنا لمصر الصديقة. الحضور الكريم، خلال جلستي المباحثات المصغرة والموسعة تطرقنا للقضايا الهامة للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين طاجكستان ومصر. وفي هذا السياق أكدنا أن التعاون الثنائي والبناء والمثمر سيخدم المصالح البعيدة المدى لكلا البلدين. لقد عرضنا عن ثقتنا في أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها اليوم ستوفر أساسا مواتن للالتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى نوعي جديد في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والإنسانية والثقافية. وأكدنا على أهمية دور العلاقات البرلمانية في تطوير التعاون الثنائي الشامل وتنظيم وتعزيز مجموعات الصداقة البرلمانية في هذه العملية. واعتبرنا أنه من المهم زيادة توسيع التعاون في الصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والطاقة والنقل والاتصالات والتعدين والسياحة، وكذلك الأنشطة في المناطق الاقتصادية الحرة. وإذ أشدنا بالدور البناء للجنة الحكومية المشتركة الطاجيكية المصرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني كآلية فعالة لمتابعة مجموعة من القضايا المتعلقة بتوزيع التعاون الثنائي وتحديد مجالات جديدة واعدة للعلاقات بين البلدين. فإننا أكدنا على أهمية مواصلة عقد الاجتماعات في هذا الإطار بشكل منتظم. ولقد أكدنا أن انعقاد منتدى العمال الطاجيكي المصري وإنشاء مجلس العمال في البلدين سيكون لهما دور مهم في توسيع التعاون في المجالات المشار إليها. واتفق الجانبان على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري باستغلال الفرص المتاحة. وتم التنويه إلى أهمية التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والصحة والأدوية، صناعة الأدوية، وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة كمجالات واعدة للعلاقات بين البلدين. وقد أعرب الطرفان عن اهتمامهما بتوسيع التعاون بين المناطق الاقتصادية الحرة في طاجكستان ومصر من خلال تبادل الخبرات في إنشاء وإدارة وتوسيع الأنشطة في هذه المناطق وإقامة مشاريع مشتركة في أراضيها. وإننا من خلال التأكيد على ضرورة تطوير التعاون الثقافي بين طاجكستان ومصر من منطلق القيم التاريخية والثقافية المشتركة، توافقنا على إقامة أيام الثقافة في البلدين والاحتفال المشترك بعظماء الأدب والثقافة السابقين وإقامة العلاقات وتبادل الخبرات بين المؤسسات العلمية والتعليمية في البلدين. وقد أبدى الجانبان اهتمامهما بتوسيع التعاون في قطاع السياحة عبر التعويل على الخبرات والفرص القائمة بين البلدين. وفي الوقت نفسه تبادلنا وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الملحة ذات الطابع الإقليمي والدولي. وانطلاقا من المواقف المماثلة أو المتقاربة تجاه القضايا الإقليمية والدولية المحورية، أكد الجانبان أن عملية المضي في التعاون ودعم مواقف بعضهما البعض على المستويين الإقليمي والدولي أمر تقتضيه مصالحهما المشتركة. لقد عربت طاجكستان ومصر عن استعدادهما للتعاون المتبادل المنفعة حول القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات والتحديات العالم الحديث وفي المجالات الأخرى ذات الاهتمام
المشترك. وتم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف وتهريب الأسلحة والمخدرات والجرائم السبرانية والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتهديدات الأخرى للأمن الدولي والإقليمي. وفيما يخص القضايا الأمنية، تم التبادل وجهات النظر بشكل واسع حول القضايا الأمنية وسبل إنهاء النزاعات في أقرب وقت ممكن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان. إن القضايا العالمية المتعلقة بالمياه وتغير المناخ كانت محل اهتمام خاص للجانبين، وفي هذا الإطار سلطنا الضوء على مشكلة الذوبان السريع للأنهار الجليدية في طاجكستان، والتي تشكل 60% من موارد المياه في آسيا الوسطى. وعرضنا أن شكرنا لمصر، للجانب المصري، على دعمها لمبادراتنا العالمية بشأن المياه والمناخ. وفي الوقت نفسه قمنا بالإشادة بمبادرات الجانب المصري لمنع الاحتباس الحراري كخطوة مهمة، وعرضنا أن دعمنا لجدول أعمال قمة تغير المناخ التي ستعقد في مصر هذا العام. إننا نعتبر نتائج زيارتنا الرسمية لأرض مصر العريقة واعدة متميزة، ونتطلع إلى أن عملية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها ستكون بداية لمرحلة جديدة في العلاقات الودية والتعاون المتبادل المنفعة بين البلدين. وكذلك لقد وجهت الدعوة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قدمت له الدعوة للقيام بزيارة جمهورية طاجكستان في الوقت المناسب لفخامته. ومرت وكذلك في النهاية أيضا أنا بدوري أهنئ أيضا بمناسبة الذكرى 30 بمناسبة اعتراف استقلالية جمهورية طاجكستان من قبل مصر، وأشكر فخامة الرئيس، ومن خلال فخامة الرئيس أشكر جميع الشعب المصري لحفاوة الإكسبا وكرم الضيافة. شكرا جزيلا.